أسماء السعادة مع الأستاذة أسماء الهاشمي من 2 حتى الخميس من 6 إلى 7 على راديو بلوس. سعادة قريبة منا تنعيشوها ولكن ما حاسينش بها. إذن عودة إليكم مستمعي الكرام، أهلا بكم في معنا من جديد في برنامج أسماء السعادة، والموضوع اللي غنناقشوه اليوم هو القلق. أذكر بالأرقام 0526-66-66 أو 0526-66-67 أو 68. فإذا كما تنقول دائما تفاعل ديالكم هو الغنى، تيغني طبعا الحلقة، وما تنساوش هذه المسألة تفيد المستمعين، وربما تشارك التجارب هو أهم بكثير، يعني باش نعطي واحد تكوين مبسط القلق، وإن غادي ندير طبعا المساهمة ديالي، لكن طبعا تنعتمد طبعا على المشاركة ديال الجميع، لأن طبعا كل واحد بالحياة دياله بالتجارب دياله كلها مفيدة باش يمكننا نستافدو جميعا علاش القلق وكيفاش نحدو من القلق، قبل ما نعطيكم التقنيات اللي ممكن كيفاش تخدموا بها باش تحدو من القلق. إذن غادي نبداو باشتراك ديال الأخ، كما قلت لكم عطيتكم التليفون ديال الواتساب، التليفون ديال الواتساب ممكن تخليو فيه مشاركة ديالكم بصوت، يعني برسالة صوتية أو حتى كتابة باش يمكن نساهموا بها في موضوع الحلقة. إذن غادي ناخدو المساهمة ديال الأخ سعد. إذن القلق كما قلت شي حاجة اللي تضرنا دائما وتتبقى دائما، يعني تعوق صراحة بزاف المسائل، وربما تضرك في خدمتك، تضرك في حياتك الزوجية، تضرك مع الأطفال ديالك، يعني دائما تحد يعني من النجاح ديالك. فكيفاش نحد منها؟ أول شيء بدأ قبل ما نتكلموا على أنها يعني بالنسبة للنجاح، طبعا هي شيء تيجعلك أنك في صحتك ما تكونش مزيان. وهنا أذكر أن 5 سوايع تطبقة ديال جهاز المناعة محبوسة مني تتقلق، راه مني تتقلق 5 سوايع وانت في الصحة ديالك تتحتاج أنك يعني في أي فيروس أي مرض، أهلا بالأمراض أهلا بالفيروسات، مدة 5 سوايع. وطبعا تتكون حساس، يعني بمجرد أنك شي واحد يتيرك إلا وتتعاوتاني تبدأ من جديد 5 سوايع واحدة أخرى، وهكذا دواليك وتدخل في واحد دوامة القلق اللي طبعا هي غير مفيدة بالنسبة للصحة ديالك. فهاد شي كل شي متافق على أساس أنه القلق شي حاجة ما زويناش خايبة، كيفاش إذن نحاول أننا نتجنبوها؟ هذا هو السؤال. فتنطلب منكم ثم أيضا تشاركوا واش عندكم جواب لهذا السؤال. إذن طبعا الشركات ديالكم مطلوبة، ممكن ناخدو المشاركة ديال الأخ سعد اللي خلالنا في الرسالة الصوتية على بركة الله. إضافة على كون القلق كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم القلق من الشيطان، أعتقد جازما كون القلق ما كاينش الإنسان على وجه البسيط اللي ما كيتقلقش، غير هو التحكم في القلق وفي معالجة القلق. أظن أن الكرة عند الإنسان يحاول قدر مستطاع أن يتحكم في أعصابه وأن لا ينفعل بشكل كبير. من لا يتقلق؟ ما كنظنش أنه ممكن شي إنسان على وجه الأرض ما كيتقلقش، غير هو إنسان اللي كيتحكم في الأعصاب دياله وكيتحكم في القلق دياله، كيكون أكثر رزانة وأكثر دقة وأكثر ثوابا في المسائل العادية اليومية دياله. السلام عليكم. أول شيء تحياتي أستاذة أسماء، أود بداية أن أشكرك على برامجك القيمة وعلى العناوين الممتازة التي تختارينها بكل دقة وعناية. أدخل في صلب الموضوع مباشرة، موضوع القلق. لا يختلف اثنان على كون القلق واحد، يعني واحد الحالة يعني حالة إن شئنا سيئة أو عادة سيئة
تصيب الإنسان مرة أو مرات عديدة على حسب الحالات في الأخير بشكل مقتضب. أظن أن يعني الضغوطات اليومية للحياة، الستريس والضغوطات يعني دي العمل، ضغوطات نفسية، ضغوطات داخل العمل، ضغوطات في النقل، في يعني في المعيش اليومي ديالنا، أحد المسببات التي تجعل الإنسان يشعر بالقلق وينفعل. ومهم في الأخير ممكن معالجة هذا القلق، يعني بحال عاون الإنسان يمارس الرياضة، يشغل الوقت ديالو شوية، ويحاول ديما يعني يتعود من الشيطان مسببات ديال القلق. وفي الأخير أشكرك أستاذة أسماء، شكرا جزيلا على هذه المواضيع القيمة التي تختارين كما قلت يعني بكل عناية ودقة. شكرا. شكرا جزيلا الأخ سعد على هذه المساهمة القيمة، ونحيي فيك هذا الاجتهاد. إذا ممكن عندنا مكالمة من الأخت جميلة مضل بيضاء فيما يخص القلق، تفضل للا جميلة. أستاذة أسماء السلام عليكم. مرحبا بك. تبارك الله عليك للا. الله يبارك فيك. البرنامج سي فرح و سنوزاد بوكو فرانشمون. اختي بغيت نسولك على اسماء على هذا المشكل ديال القلق. انا جو سي طول طون ستريسي وداكشي، وكيقول لك ما تقلقيش سا ني با سيغ كومون الواحد راه سي بلو فور كو ليغ تيتقلق وتينفعل وداكشي. جيمغي بيان نلقى شي حل، نكون كالم ودوس وكما تيقول واحد مرزينا. انا جو ناريف با ا مو كونترولي دي فوا جو ناريف با مو كنتخلي دونك شنو هو الحل؟ طبعا اذا غادي نسجل السؤال ديالك وغادي نجاوبوا عليه طبعا في اطار الحلقه. شكرا على المساهمه الاخت جميله، ونطلبوا الله نسمعوك مره اخرى. مرحبا بك، سنظن اول مشاركه بالنسبه لك بالنسبه للبرنامج. شكرا جزيلا. اذا الاخت جميله بحال بزاف ديال الناس تيقول لك هذا كلام جميل، طبعا كيفاش ندير باش يمكن لي نحد من القلق ديالي، وكيفاش انه ممكن نكون اكثر لطفا الى اخره، علاش تطلع لي زعما. فاذا هنا مزيان الانسان انه يعرف بعد الاعتراف بالخطا فضيله. الانسان اللي يعرف راسو تيقلق بشكل يعني دائم، فمزيان انه يعني لو انه تنقولها انايا كاين اربعه مراحل للتعلم. طبعا المرحله الاولى هو ان تدرك انك لا تعلم. فطبعا الانسان اللي فلان كونسيامون انكومبتون، يعني انه لا يعي ولا يعي انه لا يعي، لا يمكن ان يدخل في يعني في نطاق التعلم وفي نطاق تحسين الذات وباش انه يعني يحسن من ذاته. مزيان. اذا حنا حين ندرك كاي حاجه بحال المرض او كما ملي تنعرف بان كاينه شي حاجه خاصها تتقاد، تنعرف انه على الاقل غنبحث على الطرق المثلى. يعني تنحاول، كاين بعض التمارين ممكن نعطيوها للاخت جميله كما نعطيوها لبعض الاشخاص. انا تنقول لهم بالنسبه للناس اللي تتعصب بسرعه، حاولوا انكم تستحضروا في ديك الوقت، حاول يعني ولي تندير داك التمرين. طبعا كاين مسائل خصها تكون فلسفيه فيما يخص القلق الى اخره، غادي نتكلموا عليها ايضا في هذه الحلقه. لكن غير بالنسبه لذاك اللحظه، معالجه اللحظه، منين نشوف يعني ما نخليش من البوله تولي حمراء، منين نشوف لورانج وصل تما نحبس. سيتادير يعني انه نحاول نستحضر مثلا واحد كل شيء عنده داك صوره الطفل تيضحك، او شي حاجه موسيقى تتعجبني، او انه هذا خصو يجيبها، خصو يدير هذاك التمرين يا ديال لا فيزواليزاسيون يا ديال يجيب هذاك ليماج ويعملو قبالته باش يحاول يبدل الجو داك يعني هذاك الاستحضار ديال داك الموسيقى اللطيفه او داك الصوره ديال الطفل الذي يضحك، يعني تيضحك تجعلوا انه داك المزاج ديالو يتعدل. فنحاول ما امكن انه نسجل في الميموار ديالي، او هذا نشوف منين نشوف من قبل ما يوصل الاحمر ونولي نغوت وداك الشيء، وهذا قبل ما نوصل منين نشوف البوله بدات تشعل. هذا طبعا هذا في حاله انك وصلتي لذاك المرحله، يعني وصلتي في شي حاله طبعا بدا القلق. احنا اليوم غادي نتكلموا اساسا على ماذا يقلقك، يعني هنا خصنا نفكروا في اسئله كثيره. ماذا يقلق اساسا؟ كيفاش ممكن نوصل للقلق؟ انا عارف نفسي، فما نوضعش نفسي في مسائل تجعلني نتقلق. انا عارف نفسي، فاذا داكشي اللي تنعرفو تيقلقني نبعد عليه، او نحاول ما امكن شنو غيقلقني؟ كلام الناس، كل واحد يلغي بلغاه،
واش معنى أن الآخر تيقول لي شي كلام قبيح معناته أنه الحقيقة؟ من هو باش يقول لي بأنك أنت تتفهم ولا ما تتفهمش ولا أنت خايب ولا أنت مزيان؟ هو عبد بحالي في حاله، فإذا قراره وحكمه علي ليست هي الحقيقة. هذه هي اللي خصني ندخلها في راسي وأدرك. وبعض الأحيان تنقول هذاك سيت ان بوفغ تيب ولا سيت اون بوفغ نانا، راه مسكين راجل، يعني راجل فقير مسكين داكشي اللي عطاه الله، ولا مرا هذاك داكشي على حساب عقلها. تنعاودها وتنقولها، كل واحد جاي من دارو واحد القفة، هذيك القفة فيها مجموعة سلوك، وهذاك السلوك منين جاي؟ فيها السلوك والاعتقادات، وهذاك السلوك منين جاي؟ من مجموعة العادات، وهذيك العادات جبتيها من داركم ومن المدرسة ومن عند الجيران ومن عند الحومة ومن عند التجارب ديالك وفي العمل. فإذا كل واحد عنده معطيات مختلفة على الآخر، ولا حتى واحد ما يمكن له يحكم على الآخر. هذه خصني ندخلها في ذاتي، وأن الآخر ما تفكرش بحالي هذا ما يجعلش مني أنني أنا أحسن منه، وما يجعلش منه أنه يعني قل مني أو أنه ما مزيانش. الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية. طبعا تتبقى بعض المسائل، يعني طريقة الكلام عند الناس إلى آخره، بعض الأحيان تتكون بروفوكاتريس، يعني تجبد الإنسان الشرير. تنقول دائما هناك عندنا إنسان طيب وإنسان شرير، فطبعا تحاولوا نقول التشالنج، يعني الطموح والتحدي الكبير، كيف تحافظ على الإنسان الطيبة فيك؟ كيف تحافظ على الإنسان الطيبة فيك؟ طبعا تيجي داك الشيء بالثقة بنفسك، لأن كل ما ثقة بالنفس يعني ارتفعت، وما تنقولش الأنا، لأن ممكن يكون أنا إنسان يعني تنبان بأنه عندي ثقة في النفس، لكن ثقة في النفس هو أنك لا يهمك كلام الآخرين، وبأنك أيضا تدخل في نفسك أنه ليس هناك، يعني ما غاديش نصلح الناس وما غنربيش الناس. هذه دخلها يعني في التفكير ديالك، اللي ممكن تصلحوا وممكن تقادوا هما الأطفال ديالك والعائلة الصغيرة، وتأثر بالنسبة حتى وليدتنا ابتداء من واحد سن معينة. القضية صعيبة شوية، تنديروا اللي علينا حتى يتوصلوا واحد سن معين. فمني تندخل حتى شريك الحياة، البارح تكلمنا على السعادة الزوجية ومازال غادي نتكلموا في الأسبوع الماجي، الخطأ اللي تيقعوا فيه هذا هو باغي نغيروا، علاش ما يديرش بحال هكا؟ علاش ما تديريش بحال هذيك؟ علاش ما تديرش بحال فلان؟ علاش ما يا أخي يا أختي، راه كل واحد عنده قفته. وزيدون ميتا تاخد هذاك الشخص راك خديتيه بداك القفة اللي عنده، ودونك إذا ممكن أثر عليه في شي مسائل، لكن طبعا ما يمكننيش نقول له تغير تماما وخصك تولي بحالي باش يولي بحالك. إذا يا أخي أختك ولا أخوك ما يمكنش يكون بحالك، اللي تربى نفس النشأة، فما بالك بشي حد جاي من بلاصة واحدة أخرى. وهذا الشيء توقع لنا في العمل. اليوم كان عندي واحد الكوتشينج في العمل، فدائما هادو نفس المشاكل اللي تتعاد. تنظنوا أننا عندنا الحقيقة، وأن عندنا يعني القابلية أن نحكموا على الناس، وأن في التواصل راه هو اللي ما تيفهمش، ألو كنت اللي ما عطيتيهش الميساج كما يجب. فهنا خص المعايير تغير، ونعاول نفكر بواحد شكل واحد آخر. علاش غنتقلق؟ أنا أساسا ولدت بدون مشاكل، ونهار غادي نموت ما كاين حتى مشاكل غنديها معايا، فنتفهم هاد الشيء مزيان. إذا انا ما حدي معها تعايش في الحياه، الطاقه ديالي خاصني نمشي معها بشويه بشويه، لان ما كاينش غير العمل، وما كاينش غير الحياه الزوجيه، وما كاينه صحتي، كاين العائله، كاين الاولاد، كاين بزاف الحال مجالات الحياه راه كبيره، وذكرناها في الحلقات الاولى. اذا مجالات الحياه كاينه، خاصني هذيك الطاقه اللي عندي انني نحاول انني نجاوب على جميع هاد المجالات بهذا الشكل. فاول اعتبار من تندخل في بالي بان الحكم ديال داك الشخص، وبأنه يعني ما عندوش الحقيقة الكاملة، فإذا هذه القضية ديجا تجعلني بأن ذاك الكلام ما تأثرش عليا. بالنسبة لناش لعاد جاو التحقوا بنا، إذا تنتكلموا اليوم على القلق، وما أدراك ما القلق، اللي أصبح مرض العصر وتيحد يعني في النجاحات ديالنا، وتسببنا مشاكل كبيرة، لا سواء في حياتنا العملية ولا النفسية ولا الصحية وإلى إلى إلى. فطبعا أسباب القلق غالبا هي تجي من كيفية إدراكنا لبعض الأمور. نعاود نذكر بالأرقام بالنسبة للإخوة اللي بغين يشاركوا معنا مباشرة يعني في الحلقة، 025-66-66 أو 025-66-67 05
20 66 60 68. إذن شفنا التفاعل ديال الأخ سعد مشكور، شفنا السؤال ديال الأخت جميلة من الدار البيضاء، أيضا توصلت في الفاصل شفت بعض الرسائل اللي توصلنا بهم في الواتساب الخاص بالبرنامج، أيضا أسئلة في اللايف منها تحية إذن المريم اللي اللي صفتتنا السؤال ديالها من روتردام، فاذا تحيه خاصه للمهاجرين المغاربه، وطبعا برنامج ديالكم هذا مرحبا بكم. اللي تتقول السلام عليكم، شكرا على البرنامج. اذا كيف الحد او التخفيف من القلق الدائم بالغربه؟ هو القلق نفسه نفس الشعور بالقلق، يعني تنهضروا على ستريس، ما قلناهاش قبيله، ولكن من المفيد نقولوا كاين جوج انواع ديال القلق بعدا باش نكونوا مفاهمين، كاين القلق الايجابي وكاين القلق السلبي. احنا طبعا عرفتكم اليوم كلشي تتكلم عن القلق السلبي لانه هو اللي شرت لي، لانه قلت هو اللي تيحد من كذا، لكن طبعا هذا ما يمنعش انه كاين واحد القلق ايجابي اللي تجعلني انني نتحدى الكفاءات ديالي وندير ما اكثر، وهذا مزيان حتى هو مره نخرج من لو غيزو دو كونفور، يعني من حياتي السهله المعتاده التي اعلم شنو ندير لها وشنو ندير، هذا نخرج من هاد من هاد الشيء باش ندير مره شي حاجه جديده اللي غتجعلني واخا غنتقلق واحد القلق ايجابي اللي غيجعلني نتحدى حياتي اليوميه، ونحاول انني يعني نجتهد في اكتشاف القدرات ديالي. فالقدرات ديالي ما يمكن ليش بعض القدرات نعرفها لو أنني فعلا ما مشيتش نخوض التجربة. فمن ضمن هذه القدرات أيضا يعني تنظن أن هذه المسائل تتبان بزاف في الخارج، هذه علاش عطيت هذه المقدمة هذه، لأن أنا يعني ممكن نشارككم لأن كانت عندي أنا تجربة الحياة في الخارج تجعلك أنك تكتشف شي مسائل لو أنك جلستي في القوقعة ديالك ما كانش ممكن تكتشفها في نفسك. فهذه المسائل هذه الإنسان تيحاول ينميها بالسفر، لانه من تيخرج من داك المحيط ديالو الاعتيادي تكتشف القدرات ديالو في مواجهه يعني المسائل المختلفه على الثقافه ديالو وعلى يعني المسائل اللي معتادها واللي فهذه مزيان مره مزيان هاد التمرينات اللي تجعلني انني نقوي او انني على الاقل نعمر داك القفه ديالي. طبعا ديك القفه ديالي باش تكون مفيده وصالحه وتكون فيها تقنيات اللي غادي تفيدني في الحياه ديالي خاصها هي يكون فيها تجديد، كاين شي مسائل باليه وقديمه غنزولها، وكاين شي مسائل خاصني نجيبها جديده توالي من العصر توالي في توالي من الموقف، وهاد المسائل تجعلني انني يعني يكون عندي واحد القدره على التاقلم مع المحيط الجديد. فطبعا الانسان تيتخلع ملي تيمشي لمكان ما، طبعا كاين مشكل اللغه في الاول، فرق ما بين اللغه اللي تتقرا واللغه يعني اللي تيتكلموا بها، العادات التقاليد كل شيء مختلف، فكاين واحد المجهود كبير في الاول باش انني تندخل في ذاك المجتمع باش يمكن لي نستافد ايضا، لان في اي تجربه هي مفيده، طبعا فيها الصالح والطالح لكن اي تجربه فهي مفيده، وباش تنكون انا واحد الانسان يعني تنحاول ما امكن ناخذ الجيد تنمشي طبعا ونشوف. وهنا من خلال هادشي هاد المسألة دي جبتها ما خدامة ليش، هاد المسألة مزيانة ممكن هذا من المسائل الجيدة اللي تتعلم الإنسان في الخارج من يكون هذا هو بعدا لا توليرانس، يعني أنك تتحترم الآخر باختلافه وباختلاف عقائده وباختلاف لونه وإلى آخره. طبعا هناك يعني دي زيكسيبسيون، لكن هذا ما يمنعش يعني حالة استثنائية، لكن هذا هو يعني القيم اللي تتكون غالبا تنشوفوها في الخارج بالنسبة لبعض الدول الأوروبية إلى آخره. بالنسبة مسائل أخرى أكيد كاين على حسب الدول وعلى حسب يعني المحيط فين أنا، أكيد هناك الصالح نقلب عليه. طبعا غادي نحافظ كيفاش نحافظ على ليدنتيتي ديالي الشخصيه ديالي، غنحافظ عليها لان ماشي غادي حيت انا هزوني محمد ولا سعيد هزوني حطوني بلاصه اخرى راني غادي نولي فرانسوا ولا هذا ما يمكنش. فطبعا باش يمكن لي نغني الشخصيه ديالي تنحافظ على ليدنتيتي ديالي، يعني الشخصيه ديالي الحقيقيه، وتنغنيها بهاد القفه اللي قلت لكم اللي فيها تقنيات كثيره. فتنتفهمك اخت مريم، خاصك انك
تحلي الباب لديك الثقافة الأخرى. راه ما يمكن لكش بعض الأشخاص نعرفهم في الخارج، وأنا طبعا ما عنديش المعطيات كلها باش يمكن لي نكلمك في هذا الموضوع، لكن تنقل من خلال التجربة ديالي أنه بعض الأشخاص تيبغي أنه يكون هو مراكشي بغي يعيش مراكشي، أو بغي يعيش سفياوي ولا فاسي في بلاصة معينة بالمسائل ديالها، فطبعا غادي يحس براسه دائما قلق، لأن علاش خصو يدخل في المحيط مع الاحتفاظ طبعا بالشخصية دياله، وهذا ماشي أمر سهل لأنه طبعا، لكن تيجي مع الاعتيادات، ومع هذه عجبتني ندخلها للسلوك ديالي، هذه ما عجبتنيش ما ندخلهاش، هذه ممكن نديرها، هذه ممكن ما نديرهاش، دائما في حالة صفاء وصدق مع نفسي. أيضا عندي مشاركة من اذا من الاخ اللي تيقول لي شكرا دكتور اسماء على برنامج الجميل الذي ارتحت له. انا اسمي ايوب، اذا ايوب سن 26 سنه، عندي فوبيا او بالاحرى القلق الدائم من فقدان العمل، اعمل لكن فجاه ينتمي شعور بدون قصد القلق والمستقبل، لا اعرف ما الحل شكرا. اذا هذا القضيه القلق ديال فقدان العمل راه مشكله في حد ذاتها، لان تصور انك انت دائما خدام ومقلق يجري عليك، اكيد ان طبعا ما عندناش دائما تيكونوا خاصين بعض المعطيات، فالاخوه ملي تيتكلموا معنا تنقدروا نعطيوهم الاسئله باش نعرفوا الحاله، لكن ربما عند الاخ ايوب لا تتصنتلي اكيد، يا اما وقع لك شي مشكل بحال هذا من قبل ففقدتي الثقه في ارباب العمل، يعني وقع لك هذا المشكل فانت طبعا وليتي تنتظر دائما انه ربما تكون شي حاجه من هذا القبيل، او انك عشتي هذه القصه مع الاب ديالك او الاخ ديالك او شي حد من العائله قريب لك، فبقيتي تتخاف انت من هذه القضيه هذه. دابا الخوف من الشيء اكثر من بانك تعيش الشيء نفسه، هذا هو يعني البارح تكلمنا ان الانسان هو غير يكون مزيان في الخدمه ويعمل يعني المسائل اللي خصو يديرها ويوكل أمره لله، هذا هو الحل اللي عندك باش هذا الخوف. أيضا على الأبناء، وكلوا أمركم لله، كاين اللي تيخاف على ولاده بزاف، فنوكلوا أمرنا لله، راه كاين شي مسائل لا دواء المشكل ديالنا تنبغيو أننا نضبطوا كل شيء ونحكموا في كل شيء، راه من المحال دير هذا الشيء، خاصة تدخل في الإدراك ديالك أنك راك ما يمكن لكش تحكم في كل شيء، اللي ممكن تديره هو أنك كيفاش تتعامل مع المسائل اللي تجي في الحياة. إذا كان هناك شيء لا يتغير في الحياة فهو التغير، يعني الحياة ما دامت مستمرة هناك أمل، هناك أشياء جميلة وأشياء بعض الأحيان غير جميلة، فهذا الشيء اللي توقع هذا قضاء الله، خاصني نرضى به، وخاصني أيضا أوكل أمري لله، لأن على أي لا تقلقت ما غاديش تفيدني هذه القضية في شي حاجة، فقد غدرني بصحتي فلن أغير المسائل اللي كانت غادي تجي، فإذا أنا ندير اللي عليا العمل ديالي، مثلا بالنسبة للأخ أيوب ندير العمل ديالي، ندير ما يجب يعني نعمل، وراه تنعاون نذكرها تنعملو ماشي على ود حيت تنخدم مع عمر ولا محسن ولا إكرام، راه تنخدم على ثلاثة د العوامل راه متدخلهم في راسك تتخدم بواحد الشكل جيد، وما تيبقاش عندك انتظارات من المدير، فبالتالي تتخدم وانت حر، تتحس بواحد يعني اريحه في العمل ديالك، تنخدم اولا باش نحلل فلوسي امام الله سبحانه وتعالى، ثانيا كانك مواطن في بلد ما تدير الواجب اللي عليك في العمل ديالك، على الاقل تخدمه كما يجب ودير المسائل اللي عليك، خاصه ان اغلبيه ديالنا يعني بالنسبه طبعا الناس اللي كانوا اللي في السن ديالي او تيفوتوني فاستفدنا من مجانيه التعليم، فطبعا يعني اقل شيء هو اننا يعني نعمله من اجل ايضا راه الانسان متى يحسن العمل ديالو في مكان ما فهو تعطي دوره كمواطن ايضا صالح. ثالثا هو انك تتخدم باش الكفاءات ديالك تطورها، راه واخا تخرج من ديك الخدمه الا طورتي داك الكفاءات ديالك فهذيك اصبحت ملكا لك، حتى حد ما يقدروا يزولها لك، تقدر ما حد يحيدها لك، هذيك ديالك، فاذا كل ما طبعا الكفاءات ديالي كثرات في هذاك العمل كل ما تنشعر بي يعني بسهوله، تنولي اكسبير، يعني لو كنت انا في درجه 2 غنطلع لدرجه 3 ثم درجه 4، وهذا يعطيني احساس بالثقه في نفسي في العمل، وغيلعب عليك دور في الثقه في النفس كليا، وبالتالي ما غتخافش لانك ملي تكون عندك الكفاءات انت طبعا راه وليتي اكسبير، راه ممكن تفورمي الناس معاك في هذه القضيه هذه او حتى مطلوب في سوق العمل، ثم الارزاق بيد الله، ما ديرش يعني هل الانسان يظن انه الحياه تقف لا خرجوك من الخدمه ديالك؟ ممكن كما قلت لك دير داك التمرين ديال اش غيوقع كاع،
وبقى تمشي مع داك اش غيوقع كاع شنو غيوقع كاع حتى نشوفوا فين غتوقع. تلقى راسك بان راه داك الوهم اللي درتيه هذاك البوعو الكبير اللي درتيه راه درتيه من التفكير ديالك من الخيال ديالك وما كاينش اساسا. فيعني ارتاح ارتاح يا اخي وكن سعيد. الله يريد ان يكون يعني ان نكون سعداء فما بقاوش نقلبوا على شي مسائل التي تقلقنا لا فائده فيها. هذا ما عندوش حتى حاجه هو تيقلق راسو غير بالتفكير. إذن كما قلت بالنسبة للإخوة كاين أيضا شفت دائما الأسئلة دائما نفس الأسئلة التعاود ديال كيف نتماسك على أعصابنا كيف. أنا كما قلت قبيلة الأخت جميلة كاع هاد يعني نحاول ما أمكن كما قلت يكون عندي واحد الاقتناع أن المسببات القلق اللي تتقلقني أنا شخصيا لأن من تنكون نعرف على ذاتي نحاول أنني ما نبعد عليها لأن عارف. وقبل ما نوصل يعني في التاد زمام الأمور هنا مني قلت لكم مني تتوصل البولة ولا تأوروج قبل ما توصل الحمر ونبقى ندير مسائل يعني هذا ونخلي العصبية ديالي تحكم عليها ثم نحبس فراني. يا إما قلت لك استحضر كل واحد كاين طريقته ندير التمرين ديال التنفس مزيان. الوغ بالنسبه للناس اللي بغاو هاد التمرين التنفس راه مزيان راه عندنا مشكل في التنفس والاكسجين ممكن ديروا تمشيو تقلبوا في اليوتيوب ولا هذا على تمرين سميتو لا كويرونس كاردياك. انا غادي نكتبها لكم في اللايف لا كويرونس كاردياك. اذا هاد لا كويرونس كاردياك ملي تكون طالعه ديك الكره تنفس حبس ثم زفير. لا حاولتي دير ليا التمرين صباحا ثم مساء مزيان قدرتي ديرو ثلاثه المرات في اليوم ممتاز غادي تشعر بان غتنقص حالات القلق عندك لان نقص الاكسجين تسبب ايضا القلق. وشرب الماء ايضا شرب الماء مهم حتى هو تاثر في الحاله العصبيه والجهاز العصبي ديال الاشخاص. كيفاش غادي نشرب الماء؟ طبعا هذه معلومات معروفه لكن لا باس من اعادتها بالنسبه للاشخاص. هذا تندير 0.33 تضربها في الوزن ديالي تتعطيني الكم الكميه ديال الماء اللي خصني نشرب. وثالثا وشي حاجه مهمه اذا الاكسجين الماء ثالثا ضروري ومؤكد من النوم. راه كاين راه كل شيء دابا عارفه الحمد لله مع هادشي ديال الاعلاميه تتوصل معلومات موجوده خاص غير اللي شكون يقوم بها. كل شيء اليوم تعرف بان يعني الغده اللي تدير يعني تتوازن الجسم وتتجعلك انك المسائل ترجع باش يكون عندك واحد النوم اللي غيريحك ولا غد اللي غادي تكون مستعد لبدايه يوم اخر هي من تتكون هاد العمليه من ال11 ديال الليل حتى ل3 ديال الصباح. يعني الا نعستي مع 12 راه ما عندك 3 تسوايع، نعستي مع الوحده راه عندك هي ساعتين، نعستي مع 3 هو ما عندنا ما نديرو لك راه مشات حيدتي عليك الفرصه. وطبعا غادي تنوض ماشي في حاله جيده. اذا عندي مكالمه من الاخت سلمى بني ملال. الو سلمى. اهلا اخت سلمى، اول مكالمه عندي بني ملال، مرحبا بك. بارك الله فيك، ميرسي بوكو. اذا شنو بغيتي تقولي لنا اليوم على القلق؟ بون انا بغيت نطرح البروبليم ديالي سي كو كنت ستريسا بزاف سيرتو في الخدمه. جاريف با زعما كومون جو بو دير زعما ما كنقدرش نكونترولي راسي في الخدمه سيرتو فاش كنشوف شي حاجه سا مارش با ولا هذا ولا زعما دغيا كنت ستريسا. شنو هاد الاشياء اللي تتقلقك؟ واش مثلا تتشوفي الظلم تتشوفي بالنسبه لك عادل غير عادل شنو اللي تيقلقك لهالدرجه؟ والله اللي تخفي نورمالمون خاصهم يكونوا ما كيكونوش شي حوايج اللي خاصهم يداروا ما كيداروش سيرتو عندي لي سيرفيس كي انا كنكونترولي لو طرافاي دونك توجور عندي بروبليم مع ليكيب وهذا فهمتي. فبالنسبه لك انت هي تتحسي براسك بانك انت المسؤوله ان داكشي غادي يطيح على فوق راسك كومونت ياك تتحسي بان تشوفا اسومي توت لا ريسبونسابيلتي دو لانكومبيتونس يعني هذوك الناس ما قاموش بالعمل ديالهم وانتيا غادي تجمعي هذاك الشيء وغادي تكوني مسؤوله على هاد مجموعه الاخطاء اللي عملوا. فوالا سي سا سي بيان سا وي سي سا. هنا غادي تكوني انت واحد الانسانه يعني بيرفيكسيونيست شويه ياك اخت سلمى. نعم انت بيرفكسيونيست يعني اونتيير بيرفكسيونيست تتبغي ديري المسائل من ا زد كما يجب. بيان سور. اذا تري بيان واخا دونك انا تنت لك اخت سلمى واش هاد الحاله شحال تتوقع لك من مره في الشهر؟ بريسك توت لي جور تو لي جور.
يعني طول جوغ انت محيده لنا الجهاز المناعه وتت... وعندك الفيروسات وعندك كي دايره صحتك؟ صافي برسك دوزون دابا وانا كنقاوم مي فريمون واحد الستاد اللي صافي وليت انا ستريس كيغلب عليا. الصحة شوية غادي تكون حاسة براسك فاتيكي، باقا تتمشي تنوضي الصباح وتتمشي للخدمة والعمل وعاجبك الحال؟ كان كنوض تتنعسي بكري؟ وي كنعس بكري وي. تديري شوية الرياضة؟ وي كندير كندير سبور وي. هوزمون شحال تديري مرة في الأسبوع؟ دو فوا. مزيان احسن من والو كما تنقولوا. لا لا مزيان دو فوا سي بيان يعني بوغ هذا الا قدرتي بالنسبه للعمل ديالك. دابا هو عرفتي شنو اللي تيسبب لك القلق الكثير اخت سلمى؟ هو نعم. كيف انت تؤولين الامر؟ نعطيك مثال. دابا لو انت اولتي بان هذاك خطا ديال الشخص لانه انكومبيتون مسكين ما غيبقاش فيك الحال بحال اللي قلتي تيتفلى عليا وتعطيني الخدمه ما كاملاش. فهمتي؟ يعني راه غادي يخليني انا نكملها ليه. ما تقدريش ديري كل شيء على فوا. لا فهمتك. هو ماشي طبعا الحل ماشي هو انك تخدمي خدمته. وي الحل ماشي هو انك تخدمي خدمته، هذا ماشي هو الحل. الحل هو انك ترجعي له الخدمه وتقول له كمل هذه، هالي ناقصها. وي توجور كندير لي ريكلاماسيون هكا مي بزاف. تديرهم باغيكخي ولا تقوليهم اوغالمون؟ نو اوغالمون. ايوا ديما كنلقى كونفلي معاهم باش يقدروا طرافاي كوم يلو فو. ايوا دابا تضيع هادشي تتهضق ليا في الخدمه، الخدمه راه ما اوغالمون راه اوغالمون راه هنا فين تضيع الوقت. يعني الطريقة كيفاش تتوريه انه يعاود المشكل كيفاش يحلو هي الشي لو صيفطي ان ايكخي ان ايميل. تخدموا نتوما بليز ايميل؟ نو عندي ان كونتاكت ديريكت معاه. لا ولكن تقدري تصيفطوا له ان ايميل بيناتكم تديروا شويه ديال المراسلات بالرسائل الى اخره. يعني ما تصيفطوش بيناتكم ديز ايميل؟ نو برسك معايا في ليكيب ديالي بيناتنا جوست. عرفت واخا يكون في ليكيب ديالك ما تصيفطي ان ايميل بحال تصيفطي ان ايكري اوفيسيال لان تتبقى اون تراسابيليتي يا اخت سلمى. علاش؟ سيتادير غتصيفط له ان ايميل بونجور جيمغي اتيري فوتر اتونسيون بانه او يعني بالعربيه بالنسبه للمستمعين راه اثير انتباهك على ان كذا كذا راه ناقصه كذا كذا كذا. غنديرها له المره الاولى، غنديرها له المره يكون على يقين غادي يتصاوب المسائل. علاش؟ حيت ليك خي ملي غادي تشدي غتبقى تقول له راني صيفط لك يوم هذا ونفس الشيء ونفس الاخطاء هنا غادي يعيد النظر في الطريقه لان الكلام تيطير وتيبقى نتعصب ولهذا. لكن ملي غادي نولي نرجع ما نبقاش ندير اكسيون رياكسيون حيت ديك اكسيون رياكسيون هي ترجع لك دائما تطيحي في يعني في المشكل. نحاول ما امكن تومبوريزي في عاود ما يكونوا دو طون يكونوا ثلاثه د لي طون. يعني وقع المشكل نفكر كيفاش ما جو ريبون با اشو ما تنجاوبش وانا باقي داكشي خدمني نفكر وعاد ندير لاكسيون كيفو. هاد المساله ضروريه. الوغ انا بالنسبه لك يعني النصيحه اللي ممكن نعطيك لان تنعرفها خدامه وفعاله هي ان الهضره ملي ما تتبقاش تنفع تندوزو المرحله ديال الكتابه. يعني غنكتب لك ان ايميل وغنصيفطو لك وغادي نقول لك هذا فوالا ميرسي ونتكلم معاك. يعني ممكن محمد معايا اهلا محمد صافا لاباس عليك باش بقى بيناتنا غير الاخر الحساب في الهضره ولكن الخدمه باش نكون انسان مهني وعملي. وي وي راه توسطت بالعمل ديالك راني صيفطت لك داكشي اللي خاص في الايميل. فهمتي تتبقى عندك تراسابيليتي. حاولي ديري هاد الطريقه هادي. الا ما خدمتش هادشي عاودي عيطي لنا في البرنامج وخلي لهم تليفوني باش نهضر معك اكثر في على يعني خيبي. مرحبا بك. مرحبا بك. ميرسي بوكو. اذا القلق وما ادراك ما القلق دائما مشاكل القلق وما تنساوش يعني وهاد المثال اللي عطتنا اخت سلمى راه العمل راه فقط جزء من الحياه ماشي كاع الحياه. ما نبقاوش يعني نعطيو الامور اكثر من الحجم ديالها. راه بعد يعني نجو عندي الكابيني او ولاده تيقول لك ما مع ولد العمه تزوجت ما ولدت وهادشي راه بزاف راه الحاجه التي تتفوت حدها تنقلب الى ضدها والمخرج تيقول لي راه البرنامج قرب يكمل اذا غادي ندوزو
التمرين ديال الحمد باش نرجعوا الطاقة الإيجابية وتكونوا فرحين. إذا نبداو على بركة الله بالنسبة للإخوة اللي تحقوا بنا اليوم، كل واحد في بلاصتو غادي نفكروا في ثلاثة الحاجات زوينة وقعت لنا هذا اليوم وغادي نحمد الله عليها وغادي ننهيو إن شاء الله هذا البرنامج وغادي نتلاقاو غدا. إذا نبداو تمرين الحمد. أول شيء بالنسبة للناس اللي ما بغاتش يعني ما عرفتش كيف باش غتبدأ، وقفتي على رجليك الصباح هذيك راه تحمد عليها الله وتشكره. الأمر الثاني الحمد لله. الأمر الثالث إذن الحمد لله، الحمد لله عدد أوراق الأشجار، الحمد لله عدد حبات الرمال، الحمد لله دائما وأبدا، الحمد لله كثيرة، الحمد لله على كل حال. شكرا أصدقائي، وموعد ديالنا غدا إن شاء الله على نفس المحطة وفي نفس الميعاد. إذن وغادي تكون طبعا آخر حلقة بالنسبة للأسبوع. أستودعكم الله.